والله العظيم لو ما ترجع لليوتيوب اختر يا ترجع اليوتيوب يا قسم بالله العظيم لا احذف كل حساباتك التواصل الاجتماعي من اولها لاخرها. يا رجل الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعه الخير. جماعه الخير، كل واحد في الحياه هذه عنده شخص يكن له الاحترام ويحبه دائما، واذا غاب عنك يضيق صدرك يا اخي، والله العظيم انه يضيق صدرك، ودك انه يرجع نفس قبل. شفنا كثير من اليوتيوبر الفتره الاخيره ذي قاطع. بينكم احب اقول لكم عندي كل ارقام اليوتيوبر من اكبرهم لين اصغرهم، معاي بيني وبينهم تواصلات، عشان كذا طلعنا سلسله الاتصال بيوتيوبر منقطع، يعني يكون منقطع السوشيال ميديا ودنا انه يرجع. راح نبدا اليوم يا جماعه الخير مع شخص حرفيا هذا الشخص له قاطع ما يقارب سنه وشوي. الشخص هذا يا جماعة الخير كان أول يصور معاي مقاطع، متخيلين يا جماعة الخير إني كنت أنا أصور معاه وهو يصور معاي، هو في قناتي وأنا في قناته. بعد فترة أنا توقفت قناتي وفتحت قناة جديدة ورحت اشتغلت لحالي لفترة طويلة، وأرجع لقناته حصل الشخص هذا منقطع. هذا الشخص يا جماعة الخير عندي كل معلوماته، وأنتوا تعرفون الشخص اللي نشتاق له يقطع نسوي فيه الحركات هذه. بعد ما تشوف المقلب اكتب لي تحت يوتيوبر ودك إني أتصل عليه. هذا أقسم بالله شفت اليوتيوبر هذا الحين بتصل عليه، والله العظيم عندي كل معلومة عنه، كل معلومة. وحرفيا ما راح يقول انت فيوار لانه هو قاطع اليوتيوب له سنه ونص او سنتين. قبل ما نبدا حبيبي عزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه الاشتراك اللي ما راح يكلفك ولا شيء، تفعل لي جرس التنبيهات، اشتراكك حرفيا يعني الكثير. اشترك بقى لنا شويه على المليون، استمتع في مقطع اليوم. طيب يا جماعه الخير، حصلت في الواتساب متصل، جاء الوقت اللي نتصل عليه. الو 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 هلا، السلام عليكم. هلا وسهلا. عليكم السلام محترم بركات، حياك الله، كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير. حياك الله. حياك الله محمد صالح. اي نعم حياك الله، مين معي؟ حياك الله، شخص حاب يتواصل معك استاذ محمد بخصوص بعض الامور. انت وينك استاذ محمد؟ انا خارج البيت الان. طيب تعرفني انت؟ كيف اعرفك؟ انت اللي دق عليك تقول تعرف. تمام. وليش صوتك كذا؟ لا لا انا مغير صوتي لاني ما ابغاك تعرف صوتي، هذا الشيء الاول. تمام. ايوه. اي ثاني شيء لا ترد على الاتصالات الغريبه اللي تجيك. اوكي معي. طيب في انتظارك. سم ابوي. مين معي اول شيء؟ انت فاتح سبيكر؟ في احد يسمعني غيرك؟ اي لا بالحال يعني. حياك الله استاذ محمد. محمد صالح صحيح؟ اي نعم. بدايه هويتك واحد غريب، صوتك غريب. سم اقول بدايه هويتك واحد. حبيب مين معي؟ حاب بس اتواصل معك ثواني. والله ركز معي، ما راح تعرفني ركز معي بس. عطني يا تعرف مني وكيف عرفت الهويه؟ ركز. الو اكيد بنخلي. طيب ركز معي، ابغاك تكون هادي بس، راح اسوي صفقه بيني وبينك. تمام. السلام. ايوه يا سلام عليك استاذ محمد، انا عندي ترى كل معلوماتك، يعني مخترق جهازك بالكامل من ناحيه الايميل، من ناحيه كل حساباتك اللي معك مخترقها. تمام. ايوه. ايه واذا تبغى اثبات اقدر اثبت لك الان. اغير لك وش تبغى؟ اغير لك وش تبي؟ اختر اي شيء عندك راح اغيره لك، اي شيء في راسك. لا تغير ولا غير لك. انت كيف مخترق الجهاز؟ وش سويت انت؟ طيب تمام ابعلمك انا كل شيء. تمام. انت قبل ممكن ما يقارب ممكن 3 اسابيع قابلتني ممكن. اوكي. ايوه. ايه تقابلنا وجه بوجه وكان يعني انا متابع لك، فكانت ردة فعلك شوي باردة تجاهي، ويب قلت لك معلو كيف حالك؟ طيب قمت تناظرني بعيونك تقول لي بخير وتمشي وتخليني، وانت ما انت معطيني وجه. تمام. هذا الشيء الاول. اوكي. طيب يعني هذا سبب من اسباب انك تجيب معلومه الحين. كيف هكرت جهازي انت وانت متابع؟ بعلمك. يعني المفروض انك تكون صغير بالعمر، وش عرفك بالامور هذه؟ لا يعني. لا ماني صغير بالعمر. الشيء الاول انا عمري ممكن 17 سنه. تمام. اخترق جهازي عشان يا رجل ارحم عقولنا شوي. طيب كيف اخترقته؟ قل لا اله الا الله. معلومات. لا اله الا الله. اسلم. يا جعلك سالم. انت في البيت ولا في السياره اتوقع؟ صح. لا لا في السياره. طيب عندك مكان ودي انك توقف على جنب لان ودي ادردش معاك شوي. انا موقف على الجنب الحين ومضيق. طيب وانا اخوك. اول شيء انا بس عشان اثبت لك انت اسمك محمد صالح، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يعني بعطيك اشياء ثانيه. عندي رقم هويتك، عندي الله يسلمك حساباتك البنكيه كامله، اقدر اسحب منك، اقدر ابهذلك، فهمت؟ اقدر اوديك يا ولد الى ما لا نهايه. هذا الشيء الثاني. تمام. وش السبب يعني الاشياء كلها؟ بعلمك وش السبب. والله لعلمك، والله لعلمك كل شيء، بس قل لا اله الله. حاب اثبت لك الان. بدخل الله يسلمك، بدخل ايميلك. تمام. بدخل ايميلك، ركز، وبحذف الرسائل اللي جوا الايميل. ادخل على الايميل من عن طريق الجوال. حلو دخلت. تمام. شوف اول ثواني، اول 4 رسائل شوف كيف قاعده تتحذف عندك في الايميل. كابتن. تمام. يرحم امك تكفى. دقيقة. الشيء الثاني يا اخوي ركز معي. حسابك الانستغرام. ادخل حسابك الانستغرام. خلاص والله
العظيم اني مصدقك يرحم امك لا تسوي شيء. وش سويت لك انا يعني؟ لا لا بعلمك انا جاي بس ابغى افهمك شيء عشان بس تحترم الناس. ركز معي، ادخل حسابك الانستغرام. داخله ها. يا سلام، اخر رساله، اخر ثلاث رسائل في حسابك الانستغرام، تمام؟ ركز عليها زين. اوكي، انحلفت من عندك. يا مسلم، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. يا حبيبي سلام عليكم يا اخوي. ثواني خليك معي اخوي. والله اني انا شوف انا ماني جاي اضرك. يا شخص الله يرحم والديك. ما عليه، لا تشيل هم. والله العظيم سرك في بير كابتن. وراح نخلص كل الاشياء هذه بسريه تامه، بس ولكن ركز معي تمام. طب انا شو مسوي لك عشان تسوي؟ بعلمك شو مسوي لي. والله انك مجرم في حقي. ركز معي، انت مجرم في حقي تمام. لا حول. اي نعم اجرمت في حقي وجاء الوقت اللي ارد عليك فيه، واخيرا وصلت لك تمام. طيب أيوة. وش رايك ازود الصعوبه شوي واقول لك اللوحه تكتب ده بدال ها لام؟ دقيقة، ايش دراك انت؟ انا ابويا تو يدري عنها. ايش دراك؟ عندك اللوحة توك شاريها صح؟ 6 اتوقع، والرقم 6. ايوه هذا الشيء إيه الاول. طيب الشيء الثاني، دقيقة، ايش دراك عن اللوحة؟ اللوحة حتى اخويا كلهم ما يدرون عنها. انا فاهم. سيارتك افلهم صح؟ تستاهل والله اللوحة ذي، افلهم من السيارات يعني ما شاء الله الجميلة تمام؟ ف والله انها تستاهل. دراك عن سيارتي. دقيقة، انت مهكر. انا مهكر كل شيء فيك، مهكر حتى نفسك الحين وانت تتنفس انا مهكره. اسكت. اسكت ولا كلمة. اسكت. لا تسكتني. اسكت ولا كلمة اقول لك. اسكت. ما حد يدري عن موتي يا مسلم. ايش دراك انت؟ بعلم كل شيء، ركز معي. قاعد تتجسس علي انت، الله يرحم والديك. طيب كذا يا شيخ. بعلمك شيء. دقيقة حبيبي، السلام عليكم. ايش دراك؟ بعلمك والله كل شيء، ركز معي. انت تمام؟ الشيء الاول، اول شيء بسألك، انت استاذ محمد بن صالح، تبغى اقول اسم العائلة؟ ما عندي مشكلة ترى اقولها. الف لام راء. تبغى اكمل؟ لا تكمل اسلم. طيب دراك يا اخوي انت. بعلمك كل شيء. والله لعلمك كل شيء بعدين، ركز معي. والله لعلمك. انا ترى من محبينك على فكرة، تحسب اني حاقد؟ لا، ولكن جاي ابغى اوصل لك درس. مسلم علي كذا. وربي اني احبك يا معلو، ولكن ركز معي تمام. بسألك عدة اسئلة وابغاك تجاوبني. اوكي يلا، ما عندك مشكلة تمام. هذه الاسئلة والله انها ما تنقصني، عندي جوابها تمام. ولكن ابغى اتأكد منك تمام. طيب. انت من سكان الرياض صح؟ اي نعم صح. اخر رقم لبطاقتك الصراف، طلع بطاقتك الصراف. موجودة عندي. 5 صحيح كابتن. طيب قل لي عليه الله. وش وصلك انت على دقيقه؟ وش وصلك انت عند الصراف؟ واصل كل شيء. طيب حتى في اي شيء انا ما قد حطيته. طيب وش رايك ازود لك الصعوبه؟ وش وصل لها يا مسلم؟ ركز معي، ازود لك الصعوبه. اقلب البطاقه. نوقف كذا. اقلب البطاقه. الرقم السري من 3 ارقام 1-0. ايوه يا سلام، هذا الرقم السري اني بعلمك مكتوب على البطاقه. ثواني حبيبي عم، السلام عليكم. ايش دراك انت؟ لا الموضوع يزعج عندي. طيب فيني يا مسلم، مستحيل. قل لا اله الله. عندك اخو اصغر منك، كيف حاله؟ طيب إيه؟ اخوك صغير. ما قد طلعته في السوشيال ميديا. لا اعرف ان عندك اخو اصغر منك تمام. انا اعرف ان عندك اخو اصغر. بسالك عده اسئله تمام، وابغاك تجاوبني. انت في ناس كنت اول تصور معهم، اللي هم اتوقع واحد اسمه اسامه، والثاني اسمه بدران اللي من الكويت. حلو. اي صح تمام صح. بينك وبينهم مشكله، سمعت ان بينك وبينهم مشكله؟ ابدا لا، صدقني بينك وبينهم مشكله، واعرف المشكله انا تمام. ما بينهم مشكله. طيب معليش، ليش منقطع اليوتيوب دايمك دايم بما ان ما عندك بينكم وبينهم مشكله؟ طيب اذا جاوبتك على الاسئله هل بتفكر من شرك؟ طيب والله العظيم لا افكك من شري، ولكن انا متابع لك يا استاذ معلو تمام، ولي فتره اتابعك وانت قاطع. والله انا احب الحياه، انا توني جديد على الدنيا يا رجل. طيب قل لا اله الا الله. انا متخرج ومستانس. ما عليك والله لا خليك تستانس، بس قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. طيب يا استاذ معلو، والله انك وصلتني، والله قاعد ارجف والله. لا ما عليك، امورك ان شاء الله كلها في السليم استاذ معلو. ولكن السؤال ما رديت عليه، بينك وبين اسامه فهد، هو ولا اسامه؟ ذكرني. هو اسامه صالح ولا بدران؟ بينك وبينهم مشكله سمعت؟ لا ابدا. طيب طيب استاذ معلو، الان دام ما بينك وبينهم مشكله، ليه قاطع اليوتيوب سنه كامله؟ اسباب قطعتي عن اليوتيوب دراسيه، كانت فتره دراسيه شوي صعبه. كذاب. ولكن خلال الايام القادمه راجع يعني. كذاب. كيف كذاب يا اخوي؟ قاعد اجاوبك والله بصدق. لا تحلف مو صدق. لا صدق. استاذ معلو، تبغى اعلمك وش تخصصك؟ لا عاد الى هنا نوص، توني داخل جامعه تكفى. طيب ركز معي، تخصصك حبيبي. ايش دراك انت؟ بعلمك والله ركز معي. اول شيء، بينك وبين اسامه وبدران مشكله ولا كان ما قطعت على اليوتيوب سنه كامله تمام؟ هذا الشيء الاول تمام. شيء ثاني، صوتك لا يرتفع تمام، عشان ما اسرق كل حساباتك واخليك بلا هويه تمام. هذا الشيء الثاني. سامك تعقف
يا رجل ولا كلمة وركز معي. تبغى أسحب من بطاقتك الحين أعلمك؟ لا تسحب رجال أنا. ركز معي آخر شيء لك، إذا جاوبتني والله العظيم والله العظيم، شوف أنا قلت لك إني أنا محب صح؟ إذا جاوبتني صح. تمام ومشيت معاي بالحرف الواحد والله العظيم إني ما عاد أدخل جهازك ولا هكرك ولا أوصل لأي معلومات لعندك. تمام متى راح ترجع لليوتيوب؟ زي ما قلت لك إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمة. يعني أنت ناوي، أنت لك سنة ما راح ترجع لبعد أسبوعين ذي؟ يعني قررت الأسبوعين ذي ولا قاعد تسلك لي؟ لا والله لا، بس إنه كان في عندي ظروف شخصية بين الحياة، ولكن تعدينا الظروف هذه. والله يا معلو ترى يعني أنا قاعد أكلمك من حب، يعني أنت كم لك سنة ترى وما شاء الله يعني كنت مبدع وأرقامك كانت كويسة. الله يجزاك خير. إيه. وش للهكر طيب، بس تكفى حساباتي البنكية وحياتي الشخصية فكني منها. لا ما عليك. والله كل شيء في السيفتي سايد وأنا أخوك، ولكن. اليوتيوب برجع له. طيب معليش ادخل يوتيوب بغير اسم القناة، ما عجبني أي معلو ما عجبني. لا حد لا تزحف عازر كده عمرك. طيب تتحدى غيره. تحدى غيره طيب. تحدى غيره طيب. لا تغيره ولا تغيره. طيب والله العظيم إنه يمدينا غيره واسحب قناتك. طيب آخر سؤال يا معلو. والله العظيم لو ما ترجع لليوتيوب اختر، يا ترجع اليوتيوب يا قسم بالله العظيم لا احذف كل حساباتك التواصل الاجتماعي من اولها لاخرها، واولها قناتك. تمام ركز، اولها قناتك. والله لا صفر حساباتك البنكيه. ركز معي والله لو ما انا قلت لك انا متابع واخواني الصغار يتابعونك معلو، ايام امونجاس وايام فورتنايت. تمام كلهم يتابعونك. شرف كبير يا شيخ ان واحد هكر زيك يتابعك يا حبيب قلبي. ابشر وانا اخوك، ولكن والله اني قاعد ارجف تخيل والله العظيم. يا قاطع يا كلب يا كلب يا كلب يا كلب وينك؟ جلال الله اني قاعد ارجف يا ولد. كيف حالك؟ كيف حالك معلو؟ كيف جبت المعلومات دي كلها؟ يا ولد عندي حساباتك البنكية حقت ادسنس، وعندي حساب انا كنت ادير انا كنت ادير حسابات التواصل الاجتماعي يوم المنظمة اتذكر اسمها رالو. عندي كل شيء والله. ركز معي معلو. يخرج كبيوار اقسم بالله العلي العظيم اني قاعد ارجف. ايوه يا قاطع ليه ما تتصل علي لك سنة كاملة؟ ما ارسلت لي ولا رسالة يا معلو. برر معلو لك سنة كاملة والله العظيم يا عيال، سنة كاملة ما ارسل لي. ترى معلو قاعد اسجل هذا الشيء الاول. تمام الشيء الثاني يا عيال والله العظيم ان سنة مو تمام. طيب لا سنة كاملة يا عيال والله العظيم ان ما ارسل لي ولا رسالة. معلو ايش فيك شيء؟ شوف هذه اخطاء يعني صراحه الواحد ابشر بعوضها وابشر بالمقاطع واسمع والله لبزرك يا بيوار والله لابزرك لاحرق حرب بيوار تعال بيوار ابد بيوار. يا ولد ركز معي والله في شيء مزعلك والله. تدري اقول لك شيء؟ انا سالت بدران قبل 3 ايام قلت له معلو اخباره؟ قال والله اخر مره تقابلت معاه السنه اللي فاتت اتوقع في موسم زي كذا صح؟ تقريبا. طيب الشيء الثاني معلو انا مزعلك بشيء؟ لا والله ابدا. طيب ليه قاطع فيك شيء؟ بس انا عرفت كل واحد راح شيء كل واحد يعني اذا انا ركزت دراسه شوي وسحبت على البي سي فما كان في يعني وانت مشتغل على اليوتيوب ما شاء الله عليك الله يوفقك وقاعد تحرق. طيب فما جاء الوقت. طيب اسوي معاك ديل والله العظيم. شوف انا والله العظيم اني اشتقت لك الصدق واشتقت اني اشوفك في قناتي. تمام هذا الشيء الاول. تمام يا حبيبي. وفي يوتيوبر بمر عليهم هذه السلسله بكلم كل يوتيوبر من قطعين اوكي عاد انت تعرف معارفي كثير مع اليوتيوبر كلهم. المهم يا معلو والله في ناس كثير قاطعة لازم تكلمهم والله العظيم. اي لا رب الكعبة اني انخرشت خرشة يا فيوار اني قلت خلاص انتهيت لا والله انا عرف احنا ما يحد يدري عنها الا انا وونين اشتراك يا ولد دريت واللوحة قال لي بدران مع اخوي لا كبدران هو اللي قال لي على اللوحة وقال لي انا والله ما كنت ادري على السيارة الصدق وقال لي بدران وانا عندي معلوماتك كلها ولكن معلو شيء واحد بترجع ايه او لا؟ ايه والف ايه. طيب اسوي معاك ديل بسيط؟ نسوي ديل روح خلاص انا ادخل جروب الحين وانا اكون معاك ايش تبي اكثر؟ انت والله تم 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 ابد تم يا شيخ عادي ترى ليش علو اذا لا يا حبيبي تم ابد يا شيخ ابد تم يا شيخ تم انتهى الى هنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه مقطع اليوم. رابط قناه معلو راح تحصلون تحت الديسكربشن. معلو معي انت على اتصال معك على ترى قاعد انشر لك انا قاعد انشر لك حدا احتاج الدرع حبيب قلبي. رابط قناته موجود تحت الديسكربشن يا جماعه الخير لا تنسوا تشتركون في قناته وبرضه تفعلون جرس التنبيهات وابشروا بالمحتوى مثل ما عودناكم قبل. مع السلامه يا جماعه الخير.